سباق تشكيل حكومة إسبانية جديدة انطلق بين كل من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وخصمه المحافظ ألبرتو نونيث فييخو الذي نال حزبه أكثرية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت أمس لتشكيل تحالفات تتيح لأحدهما تولي السلطة وتجنب اقتراع جديد. لتشكيل حكومة في إسبانيا يحتاج أي حزب أو ائتلاف للحصول على 176 مقعداً من إجمالي المقاعد البالغ عددها 350. الحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونيث فييخو حصل على 136 مقعداً، في حين حصل حليفه المحتمل حزب فوكس على 33 مقعداً، ما سيتطلب من الحزب الشعبي البحث عن دعم أحزاب أصغر. الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حصل على 122 مقعداً مقابل 31 مقعداً لحليفه حزب سومار من أقصى اليسار. هذا التحالف أيضاً سيكون بحاجة لأحزاب إقليمية أصغر كحزب ERC الكتالوني وحزب EH بيلدو الباسكية الذي يعد بمثابة وريث الواجهة السياسية لتنظيم إيتاء العسكري المنحل. وفي حال لم يتم تشكيل تحالف، قد تجد إسبانيا نفسها أمام أزمة سياسية سيكون طريق الخروج منها عبر انتخابات جديدة.